لكل بداية نهاية، ولكن الإبداع في البداية لا يعرف النهاية أبدا. تواصلها فعال ولها في التطور ميعاد، فأبدعت فأبهرت. تتفضل عطوفة مديرة زراعة محافظة المفرق الدكتورة فيهان الفريشة بإلقاء الكلمة الترحيبية، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. عطوفة أمين عام وزارة الزراعة، أمين عام وزارة الزراعة، مندوب معالي وزير الزراعة الأكرم، المدير الإقليمي لوزارة الزراعة الأمريكية، أصحاب السعادة والعطوفة والشيوخ الكرام، أهلا وسهلا بكم في مهرجان المفرق للأغنام والماعز الأول. بالأمس كان مهرجان الوطني للزيتون ومعرض المنتجات الريفية، وسبقه مهرجان الرمان ومعرض المنتجات الريفية، وقبلهم مهرجان العنب ومعرض المنتجات الريفية، وفي الغد القريب المعرض الدائم للمنتجات، وكلها تحت شعار كل بلدي لدعم المنتج البلدي. واليوم وبالأمس أيضا كان مربو الأغنام والماعز في المملكة ينظمون المعارض والبازارات بشكل عشوائي، يبيعون ويشترون، وبعدها تبدأ رحلة الحصول على الشهادات الصحية والتصاريح لغايات التصدير التي قد لا يحصلون عليها أحيانا. اليوم مهرجان المفرق للأغنام والماعز الأول، والمفرق لأنه المفرق الأعلى في تعداد الثروة الحيوانية، والمحجر البيطري الذي هو يعني نقطة عبورنا لدول الخليج وصادراتنا لدول الخليج. جاء مهرجان الأغنام والماعز لينظم تصدير وبيع وشراء هذه الأغنام. اليوم على أرض المهرجان هناك تصاريح صدرت مسبقا قبل البيع والشراء، وهناك حيوانات محجورة ومفحوصة وأخذت شهادات صحية، ومن ثم سيتم تصديرها بعد انتهاء المعرض مباشرة. لا يخفى على أحد أنه المحاجر البيطرية هي درع الوطن الأمين من الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان، والتي قد يكون أحدها مصدر حيواني. هذا المحجر البيطري جاء بمنحة كريمة من الولايات المتحدة، تم افتتاحه في هذه السنة تماشيا مع أهداف خطة الزراعة المستدامة لرفع صادراتنا من الأغنام. صادراتنا من الأغنام هذه السنة 570 ألف رأس من الأغنام، بزيادة مقدارها 120 ألف رأس عن السنة السابقة، أي بما يقارب 25% عن صادرات السنة الماضية زيادة هذه السنة. فهذا المهرجان نظم تحت مظلة وزارة الزراعة وبالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين ومشروع الاستثمار في المشترات الصغيرة، جاء ليعطي قيمة مضافة للأغنام والماعز المحسنة وليجد لها أسواقا في دول الخليج ويسهل عملية تصديرها، كما أن له أيضا هدفا إرشاديا بتسليط الضوء على السلالات الأغنام والماعز الموجودة في الأردن وصفاتها، والتعريف المزارع الأردني بضرورة تسجيل هذه السلالات، ذلك بأن وزارة الزراعة انتهت من إجراءات تسجيل سلالات الثروة الحيوانية
ولكن هي دعوة لمربين الثروة الحيوانية بأن يقوموا بتسجيل سلالاتهم حتى يحتفظوا بملكيتها، وحتى تعطي أيضا قيمة مضافة وتزيد من أثمان وقيمة حيواناتهم. أيضا في هذا المهرجان دائما نحن في وزارة الزراعة نحاول أن نجد فرص تسويقية لنسائنا وبناتنا وللمرأة الريفية العاملات في المنازل، في أي مناسبة أو أي مهرجان يكون لهن جناح المنتجات الريفية. لدينا اليوم جناح للمنتجات الريفية فيه من كل المنتجات نشبيات محافظة المفرق، وأيضا أحببنا أن نسلط الضوء على صناعة الأعلاف والأدوية والفيتامينات والإضافات العلفية في المملكة الأردنية الهاشمية وأهميتها في تربية الأغنام والماعز والتقنيات الحديثة في تربية الماعز، وهذا سيكون من خلال اليوم العلمي الذي ستنظمه مديرية زراعة المفرق اللي هو إرشاد مديرية زراعة المفرق غدا. نرحب مرة أخرى بعطوفة أمين وزارة الزراعة وبجميع أصحاب العطوفة والسعادة الموجودين، أهلا وسهلا فيكم في محافظة المفرق. الآن كمان شوي رح نعمل جولة وتشوفوا السلالات اللي عنا تشوفوا مزارعنا قديش وصل لمرحلة بالانتخاب إنه هو يطلع سلالات جديدة. اليوم أول مرة رح تشوفوا الماعز الشامي اللي لونه أبيض بيور، مزارعينا في مزارع معينة يعني انتخبوا ظلوا يستثنوا الألوان لحد ما وصلوا لماعز شامي أبيض بيور. اليوم إن شاء الله رح تشوفوه. اليوم رح تشوفوا كمان منتجات سيداتنا، ورح تشوفوا الإضافات العلفية. اليوم على أرض المهرجان لمدة 4 أيام رح نعمل مزادات علنية ستبث من خلال مندوبين دول الخليج الموجودين عندنا، ستبث لايفات ورح ينباع حيوانات على اللايف، وبعد الانتهاء منها أصلا هذه الحيوانات مفحوصة وعندها شهاداتها ستكون عملية تصديرها سهلة بكل سلاسة. نشكر حضوركم، شرفتونا، أهلا وسهلا فيكم. من كادر مديرية زراعة المفرق لكم كل الشكر للدعم والحضور، وفي أمانة برقبتي من كادر مديرية زراعة المفرق شكر خاص لعطوفة المهندس علي أبو نقطة لأنه كان معهم أول بأول وعلمهم العمل الجماعي في المهرجانات، هو أول من عمل مهرجانات. فنتمنى إن شاء الله يكون هذا المهرجان بداية لمحافظة المفرق وانطلاق، لأن محافظة المفرق كما تعلمون يعني أهميتها الزراعية من ناحية النباتية والحيوانية لا تخفى على أحد. نتمنى يكون هناك مهرجان للوزيات، مهرجان للعنب إن شاء الله بعد هذا، ونكون إن شاء الله أن يكون هذا المهرجان الأول، ولكن في السنوات القادمة المهرجان الثاني والثالث، وأنه يكون المهرجان دولي نستطيع أنه نستقطب أيضا حيوانات من دول الخليج نعرضها ونبيعها ونتبادل الخبرات والتحسين الوراثي ما بين البلدان. فأهلا وسهلا فيكم، نكرر شكرنا وترحيبنا بعطوفة الأمين العام، أهلا وسهلا فيك، وكل أهل المفرق بيرحبوا فيك، كل الموجودين هم أهلنا فبيرحبوا فيك، أهلا وسهلا فيك عطوفتك. قوته تتمثل في إيمانه وتتجلى في أخلاقه وولائه، الإبداع شعاره، والعطاء لوطنه وقيادته هو رمزه. يتفضل عطوفة الأمين العام الأستاذ محمد الحياري مندوبا عن معالي وزير الزراعة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم أصحاب العطوفة والسعادة، المزارعين مربي الثروة الحيوانية اللي هم عماد الأمن الغذائي الوطني، باسمكم جميعا، باسم أهالي المفرق أهلنا وربعنا، باسم كل الفعاليات الحاضرة شعبيا ورسميا، نرحب أشد الترحيب
بسعادة الممثلة الإقليمية لوزارة الزراعة الأمريكية. باسم الشعب الأردني نشكر شعب الولايات المتحدة الأمريكية على دعمه المتواصل لعديد من المشاريع لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية، اللي كان آخر وأبرز دعمه هو مشروع المحجر البيطري اللي إحنا الآن نقيم هذا المهرجان الوطني الكبير على أرضه. السيدة إليزابيث ميلو كل الشكر، كل الاحترام، كل التقدير. وبسم الله نبدأ هذا المهرجان. حمى الله الأردن آمنا مطمئنا بظل القيادة الهاشمية وحفظكم جميعا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، وتراحيبنا تمازج فصيحها مع العامي وعربيها مع العجمي. عربيها يقول: على طائر الميمون يا خير قادم، قدمتم فأهلا بالعلا والمكارم. وعاميها يقول: يا مرحبا ترحيبة ملها حدود، ترحيبة يفخر بها الضيف والجار، اللي حضر يستاهل المسك والعود، واللي تغيب له جميلات الآذار. الشعر هو نبض القلوب وشريانها. أترككم مع الشاعر المهندس ولاء المساعيد، فلتتفضل مشكورة. هذه تحية من ولاء المساعيد تقول: يالله يالله يا محيي عظام حميدة، يا خالق سايد على كل من ساد. خط القلم خط القلم أرجوك أوضح مديدة، وخلوا على زين التماثيل ينقاد. ينقاد ببيات جميلة فريدة، مثل الجواهر من نقش كل نقاد. محمد محمد عزنا والعقيدة، دين الإسلام اللي بهل عزنا الشاد. محمد ليت عمرك ربي يزيدة، عمر مديد بالكرامة والأسعاد. صلب المواقف صلب المواقف بالظروف المكيدة، ما ينحني يوم انحنى كل شداد. وقفتك محمد حلوة عزيزة، بين ربعك لها بالقلب تعداد. بسلام. والآن مع افتتاح المهرجان وافتتاح المعرض، فليتفضل عطوفة الأمين العام بقصة الشريط. أهلا وسهلا بالجميع. Thank you.
الحلقات وبإذن الله يا إخواني راح نبلش في تكريم إخوان الفائزين في مسابقة الأردن للماعز الشامي. نشكر كل من شارك في هذه المسابقة ونشكر كل من ساهم لإنجاح هذا المسابقة. سيدي دون الحدود عيون جمر ما لها ضحك الوحوش الطاريه حوض المنايا نار دهي سيدي دون الحدود عيون جمر ما لها ضحك الوحوش الطاريه من الأسود يا ولي العهد فيكم عز أجدادك سلام وحسين يا شبه الأسود من الأسود يا ولي العهد فيكم عز أجدادك سلام الرجال بعهدنا نهل في ولا ننقض عهود هذا العهد يشب لنا منا لكم طول الحياة احنا الرجال بعهدنا نهل في ولا ننقض عهود هذا العهد يشب لنا منا لكم طول الحياة الفخر والعز وامجد الجدود رفوت بيار فخرنا فوق الجبال الشامخات لهب نسمس الفخر والعز وامجد الجدود رفوت بيار فخرنا فوق الجبال الشامخات شامخات